واحد من اخويا شفت يوم سالت احمد السوير احمد السويري واحد من اخويا كذا وهو يسولف معك ولا انت تسولف معه ما يقدر يحط عينه في عينك ما يقدر يعني كذا هي عاده فيه اني مثلا اسولف انا مع فارس تحصل يقول كذا ما عندك مسافه ترى انا شخصيا ما عندك مسافه خلاص ما يروح بعيد ما يسال ما يناظر بعيد لا بس يعني ما يحط عينه في عينك تحس غاية لا انا من الناس اللي اذا تحدث واحد اطل فيه بس شوف بعض الاحيان اسهى مو انه الحاجه لا يعني ما ادري ايش اللي يكون فيه يعني في لحظتها يعني تلاقيني اطل في رجله مثلا هو يتكلم فاهم والله العظيم بعض الاحيان اطل في رجله مثلا ولا اطل في حاجه وراه فهمتني يعني هو يحسبني اطل فيه بس انا اطل في حاجه وراه مثلا وكذا بس فهمتني او انه لو شغلتني حاجه انا عندي تموت السالفه كذا خلاص تموت في يدي لو شغلتني حاجه ما اقدر اذا احد يسولف ما اقدر اسهى ما اقدر اسهى كذا انشغل حاجه اذا واحد ضد واحد يعني انا وواحد لا بس انا مستمع جيد ترى صح انا زيك انا والله انا مستمع والله جيد والله زيك انا اعرف نفسي حتى لو كان سالفته بيض حتى لو كنت اكره اللي هو ما اقدر اني حتى احسسه بانه بنا خلص اني متنرفز ايوه حشر انا حشر خلاص خلص بس ما اقدر لازم وهذه من اداب الحوار من جد يعني اذا تكلمنا فيها من قبل اسالك بالله انه من اداب الحوار انك تسمع للشخص اللي يتكلم مساء النور زي دحين ابو رزيقه جاي من اداب الحوار انه سلم ما شاء الله تبارك الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحييك انا تجيني احيانا شد عضلي في 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 فمي من التسليك إيه؟ ما ابغى اضحك تسليك يعني انت انا اخص ابو رزيقه مثلا والله كارك يا ابو رزيقه الله يعز الله لا يقولك الله يعز لا ما هو اذا قلت لك كارك تقول الله يعزك لا القهوه مو عادل بعد مو صحيح يسوون سلام يا ابو رزيقه الله يسلم ردي العزايم يلا حي والله اليوم قهوه وشاي علوم طيبه لك شيء بس والله ما يبغى ريب عليك متى دوامك في الكليه لسه تقنية لا والله ابو فيصل يحبني لا تخليه يقلب علي لا تخليه يقلب علي الله يرضى عليك ابو رزيقه والله يبغى لك رساله والله ما شاء الله عليك جميل على فكره والله العظيم يا اخي اذا ابوه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك روحه جميله وروحه حلوه فاكيد الولد هذا الشيء